بدوره اتهم مندوب روسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة بأنها أفرغت نص القرار من مضمونه. في الأيام الأخيرة فإن مجلس الأمن والعالم بأسره شهد تصرفا غير مسؤول وقاس من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا لا أخجل في أن أقول ذلك. إن الولايات المتحدة الأمريكية قد لجأت لأدوات تخريب شتى لمنع اعتماد قرار بخصوص غزة. إن وسائل إعلام العالم بأسره والرأي العام العالمي تساءل طوال هذا الوقت لما أجلنا في كل مرة طرح مشروع القرار الإماراتي، والرد صريح إن الولايات المتحدة الأمريكية تحت ذرائع مختلفة قد أطالت أمد المفاوضات بدل العمل بشكل شفاف. إن الابتزاز والضغط بمختلف أشكاله كان أداتين استخدمتهما الولايات المتحدة الأمريكية لفرض إنذار لهذا المجلس، فإما أن يعتمد نصا يرضي واشنطن أو أن تعيق الولايات المتحدة الأمريكية أي قرار يصدر عن هذا المجلس.